السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة نتكلم إن شاء الله عن التغذية في المواليد. ناس كتيرة كانت بتتصل عليا وبتكلمني بتسألني إمتى نعلف المواليد. المولود من بعد عمر أسبوع أو 10 أيام من أسبوع بيبدأ يدور على الأكل وعاوز يأكل، فده المفروض تبدأ تعوده على العلفة. العلفة هياكل ايه؟ نفس علفة الأمهات عادي، بس بتكون بصورة ناعمة وبتعمل له مكان يأكل فيه، لأن طبعا العلافة بتاعت الأم عالية مش هيقدر يوصل لها المواليد، بتعمل له مكان على قد في المستوى بتاعه وبتحط له فيها العلفة ناعمة بحيث يبدأ يلحس فيها ويبدأ يأكل مع اللبن. وطبعا الحاجة الصغيرة لما بتاكل علف مع اللبن بتتغير يوم عن يوم، معدل تحويله بيكون أعلى بكتير من لو اعتمد على اللبن بس، لأن ممكن يكون لبن الأم ضعيف مش كفاية، فأنت طبعا بتجهز له علفة بيكون بروتينها عالي على قد ما تقدر، يعني بروتين ممكن يستحمل لغاية بروتين عادي مفيش مشكلة 25%، مفيش مشكلة، يعني ممكن تجيب له كيلو صويا على كيلو دشيشة ناعمة، كيلو كسب صويا على كيلو تشيشة ناعمة، وبتخلطهم وبتحط له منهم ياكل. طبعا بس لو الام مش متعودة على العلف، على العلف التقيل ده يعني، يبقى ممكن تأكل الخلفة لوحديها، تعزل المواليد لوحديهم وتأكلهم على الاقل شوية الصبح وشوية اخر النهار. بس طبعا عادي لو هي نفس العلفة اللي هتأكل منها الام هتأكلهم منها مش مشكلة. دي انا بالنسبة لي حاطط نفس العلفة بتاعت الام، عبارة عن بسلة وكسر فول وتشيش، بس في الصغيرين دول في العلفة دول اعملها ناعمة، العلفة بتاعتهم خليها ناعمة. طبعا دي بتلاحظ تحويل المواليد بتغير معاك ياما عن لما يعتمد على اللبن بس. طبعا زي ما انت شايف المعزة لبنها ضعيف، المعزة اصلا ضعيفة، دي انا لسه شاريها من حوالي 15 يوم، فالمعزة ضعيفة خالص، كانت ما مش معتمدة على العلف نهائي ولبنها ضعيف جدا، لكن مع ما شاء الله العلفة مع شوية اللبن ما شاء الله زي ما انت شايف الخلفة تبارك الله. لكن الام ما فيش لبن نهائي زي ما انت شايف الضرة، شايف ضرة صغيرة خالص ما فيش لبن، لبنها ضعيف جدا، ولكن ما شاء الله الخلفة تبارك الله. فاهتمامك بالعلفة بتاعتك بالذات في الامهات ضعيفة اللبن بيظبط معاك المواليد ان شاء الله، ويطلع لك معدل تحويل وصحة ونظافة ممتازة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.